هلال عزك عزنا، يا هلال يا هلال حبك حبنا، يا هلال يا بطل قارة آسيا، يا هلال آسيا مالها إلا زعيم واحد يا نصراوي، وأنت ارجع المركز الثامن ووفر صفقاتك. اتوتر اتوتر. ها ها ها، أنا نصراوي تاليسكا. آه يا القهر، والله لو مبطرت ما تشم الفوز أنت وياه يا بطاقية. انضغط النصراوي. أسيني أهدى، أجلس أحلل أحاسب أمشي، كلام في الكورة ما أبغى، نكبت اللي بصدرك القرنب على اللي راحت. عندي لك خبر تاريخي. سري لك يا شيخ، ما عندك هرجة، قليل تاريخي. لو ما طلع الخبر صحيح أحلق لك لمدة سنة ببلاش. إيش هو الخبر؟ حمد الله اتحادي. كيف؟ فزنا على أبو هانغ واخذنا آسيا مرتين وانت ما باركت لي يا رجال. بطولة تافة، لو شارك ضمك حققها. ورا ما حققتها انت. شفتي شايفي طريقك وعجبك شلة. وش تبي انت وجهك؟ الاتحاد ما يسيب حقه. حمد الله واخذناه. كفو. من زينة لاعب منتي وزنه زايد وراعي مشاكل، ما نبيه. اسمع ايش يقول. لا يا شيخ، دحين حمد الله صار كخة. اول كان الجلاد، الظاهرة يهو. وبشروني شاخ بار الضغط، بشروني شاخ بار الضغط، بشروني يلا بسرعة لا تعطلوني، شاخ بار الضغط، بشروني شاخ بار الضغط، بشروني شاخ بار الضغط، بشروني. هلا هلا هلا. فريق وفق العدو، والله ذا فريق انه عقوبه علي، انا ما ادري ايش قال دخلني اتابعه، وبعدين حمد الله ضاع خير ان شاء الله، فجأة صار يلعب ولعيب وحركات، يوم انه معنا كان ما له خلق. ثلاثة رايح وثلاثة جاي، ثلاثة رايح ثلاثة جاي، يا ابوي لو تشتروا مانشستر سيتي بلعيبته بكل ادواته تلبسوا طقم النصر تبقوا وين؟ خالف الاتي. والله لو ما انطرت ليسكا والله ما تفوزون. نفس العذر كل مرة، لولا الطرد ما تفوزون. أحد قال لعبكم ينطرد؟ ورا ما تسكت انت بطاقية. لا أدور عليك. تدور علي ليش يا حبيبي؟ توني مشرف الوطن العربي كله ولاعب مباراة تاريخية قدام تشيلسي في كاس العالم. ايوه حنا من أول من لعب العالمية من 20 سنة. قوم يا واد، عالميتكم تجريبية وأول مشاركة للاتي. ايه سلامات، بكرة تشوف بعينك كيف ناخذ البرونزية اللي ما قدرت تجيبها لا أنت ولا هو، ونعلمكم منه العالم الأصلي. قول 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 قول. أيوة ما. يا باشا يا كابتن، وش السالفة؟ ماتش الأهلي المصري والهلالي السعودي. أما المباراة الحين والله نحسبها بالليل. أسألك بالله كم كم؟ لحد دلوقتي الأهلي خبطه ب3-0. قال يا حبي اها يا حتى جوا قلبي اها. ايه سمعونا حسكم، ايه ايه اللي حصل عندكم، ايه بس تعال يا باشا انت وش تشجع من افريقيا السعوديه؟ النصر طبعا. والله كفو والله كفو على هذه الخبريه، لك مني احلى هديه. تغديت ولا ما تغديت؟ والله على لحم بطن لحد دلوقتي. يا حبيبي اطلب اي شيء من المنيو على حسابي حبيبي. وينك يا اتحاد؟ الاهلي المصري هذا هزمناه 3 مرات، منهم واحده كاس العالم للانديه، سلمنا على بن وراي. اقول تسكت ولا توطب بطنك، ما انا فاضي لك انا. والله 4 هجت بكم. اجل جوده المشاركه ها؟ يا ليل الليل كملت كله منك يا جرديم، خليتنا ملطشه للي يسوى واللي ما يسوى. هذا وانتم شارين نص لاعبين المنتخب ورافعين سقف الرواتب عشانكم، اخرتها كذا. لا يا شيخ نسينا ما كلينا، انتم يوم ترشحتوا لكاس العالم شارين فؤاد انور وفهد المهلل وموسى صايب، وبالاخيره وشو؟ رجعتوا بكاس اللعب النظيف. ايه اللعب النظيف، مو بطرد لاعبين في ربع ساعه. ابلش